أيام قلائل على انطلاق العرس الخليجي الذي ستستضيفه محافظة البصرة في العراق الشقيق، بلد العلم، بلد الحضارة، بلد التاريخ، بلد الثقافة، في 16 من يناير المقبل. ويعد هذا الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيساهم برفع الحظر عن الملاعب العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. عانى العراق لأكثر من 20 من الحظر لدواع أمنية منعت منتخباته الوطنية وأنديته من اللعب على أرضه، ومر رفع الحظر عن ملاعب العراق بتحولات بين الرفع الجزئي عام 2016 والعودة عن القرار عام 2019 وصولا لإنجاز الرفع الكامل للحظر وقيوده من قبل الفيفا في شهر شباط فبراير من عام 2022. أكملت البصرة تحضيراتها، فالتجهيزات انتقلت من الملاعب المستضيفة لمباريات خليج 25 والمرافق الرياضية، إضافة إلى المطارات والطرق المؤدية إلى الملاعب والفنادق ودور السكن للراغبين بمساندة منتخباتهم والقادمين من مختلف دول الخليج المشاركة في البطولة، وأيضا الجمهور العراقي الذي لا يغيب عن المناسبة الكروية المهمة. تزينت شوارع البصرة وميادينها بأعلام دول الخليج العربي وعبارات الترحيب بالمنتخبات المشاركة اهتماما كبيرا بالبطولة والرغبة في إنجاحها وإظهار قدرة العراق على التنظيم المميز لها. تضم مدينة البصرة ملعب يتسع ل60,000 متفرج بتصميم معماري رائع. أثمرت جهود العراق وتحركات عدنان درجال رئيس اتحاد كرة القدم الحالي وزير الشباب والرياضة السابق جهودها بزياراته وتحركاته من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية، والتي أبدى خلال زيارته إلى مقر القلعة الحمراء بسعادته البالغة لتواجده في أهم المؤسسات الرياضية، والتي أشاد فيها بالعلاقة التي تربطه بالكابتن محمود الخطيب، واصفاً إياه بالأسطورة الكروية والإدارية التي يجب أن يحتذى بها، والذي وصف أيضاً نجاحات الأهلي بأنها فخراً لجماهير الكرة في العالم العربي. كل الأمنيات والتوفيق للعراق العظيم بنجاح البطولة التي يحتضنها، لتكون فاتحة خير لعودة الروح في الملاعب الرياضية إلى سابق عهدها. كل التوفيق لإخواتنا في العراق، وإن شاء الله تكون بطولة على أعلى مستوى الخليج من البطولات القوية جدا جدا جدا، وهنستمتع بيها من خلال شقيقتنا العراق.